بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول أين سيظهر النجم الطارق، قلنا سابقا في السماء الجنوبية للأرض، ونعطي مكان الشمس كعلامة عند انتهاء شهور الإخفاء، وموقع رؤيته العيانية بعد نمو ديله البلازمي، وكذلك مدة الرؤية العيانية، وموقع نيبيرو الآن عند الجدي، ومعلومات فلكية مهمة أخرى. حين ننظر للشمس هذه الأيام فيجب أن نذكر موقعها عند انتهاء شهور الإخفاء الشمسية، لنعلم أهمية السماء الجنوبية من الأرض. فالشمس الآن في منتصف برج القوس الجنوبي تقريبا، ويلزمها حوالي الأسبوعين لتدخل في برج الجدي، وهي هذه المسافة المشار إليها بالخط الأزرق هنا في الصورة. ويلاحظ موقع نيبيرو عند النقطة الحمراء تحت دلتا الجدي عند نجم سعد الدابح. ومن يتذكر التقويم قديما، فإن 1 و2 فبراير يسمى أول سعد الدابح، فأجدادنا كانوا يعرفون أو يسمونه بهذه التسمية في تلك التقويمات الصغيرة، تلك التقويمات الورقية الصغيرة من يتذكرها. فواحد واثنان فبراير كانت تكتب فيها أول سعد الدابح، فهم يعرفون هذه التسمية جيدا ويتداولونها، وهذا يعني أن الشمس، ماذا تعني هذه التسمية؟ تعني أن الشمس تكون بالقرب من هذا النجم أو نجم سعد الدابح، وعندها عندما تصبح بالقرب من هذا النجم فهي تعلن عن انتهاء أربعينيات الشتاء، الأربعين يوما الشتوية. وهناك نجوم السعود أخرى موجودة ببرجي الجدي والدلو، وستكون الشمس فيهما بين شهري 2 و3 القادمين، وعندها يحل الربيع عند وصول الشمس إلى برج الحوت ومطلع الحمل، ويبقى الرصد التلسكوبي كل هذه المدة غير ممكنا حتى تغادر الشمس كلية أو جميع الأبراج الجنوبية لاستحالة الرصد بحضور أشعة الشمس. وعلى أرض الواقع فإن نيبيرو يشرق بعد شروق الشمس ويغرب بغروبها، ويشرق حوالي الساعة بعد شروق الشمس. وبالطريقة العربية القديمة في معرفة الأجرام ومواقعها، فالساعة تقاس قديما بمسافة كف اليد اليمنى، وتكون الشمس على حافة أصبع الخنصر. هذه طريقة قديمة جدا كانت متداولة. وتقريبا الشمس الآن تبتعد عن الحزام المجري بشكل كافي، وموقعها الآن في السماء الجنوبية الغربية، وهو موقع أو الموقع المرجح لظهور الطارق نيبيرو عند سنة الوصول المفترضة. وعند تحقق الرؤية التلسكوبية ونمو الديل البلازمي، وذلك عند مدار سيرس، سيرى بتلسكوبات صغيرة، وذلك قبل الرؤية العيانية التي ستكون عند مدار المريخ. قلنا عند مدار سيرس سينمو الديل، وذلك قبل 6 أشهر من موعد الوصول إلى الحضيض الأرضي. وقد علق أحد الإخوان في تعليق أنه يتابع قناة ما على اليوتيوب، وهذه القناة تقول أن علماء سويسرا يقولون أن هناك نجم قادم نحو الأرض، وهو الذي يؤثر بالمناخ، وهذا الشطر فصلنا فيه غير ما مر
هذا التطرف المناخي الذي يشهده العالم أجمع، فنحن نعلم أنه من تأثيرات النجم الدب، ويكمل أن هذا النجم سيكون مرئيا للعيان بعد من 3 إلى 4 أشهر، وهذا كلام أعتبره جزافيا لأنه لا إثبات له. وثلاثة إلى أربعة أشهر ليصل للرؤية العيانية، فيجب أن يكون الآن قد تجاوز مدار المشتري وتحققت العلامتين المتلازمتين للانهيارات الحقلية المتتالية وزلازل الميجا، لكي نتحقق من تجاوزه مدار المشتري. وما دام لم تتحقق العلامتين فهو لم يتجاوز المدار، ويحتاج أكثر من 3 إلى 4 أشهر حتى تتحقق الرؤية العيانية. فهذه الأمور كلها يجب أن يقدم كل من يقدم توقيتا، يجب عليه أن يقدم تفسيرا لذلك التوقيت، تفسير لذلك التوقيت الذي يعطي، وليس كلاما ينسب إلى علماء بدون أدنى تفسير. فنيبرو أول ما يصل إلى مدار سيرس سيكون بدرجة قوسية تعلو الأفق الغربي بحوالي 20 درجة فقط، بالتالي فهو سيكون فوق الأفق بقليل، ومكانه تحديدا فوق نقطة الغروب تقريبا ونحو الجهة الجنوبية الغربية قليلا من نقطة الغروب. ولم يكون الديل البلازمي له ببادئ الأمر بذلك الطول العظيم، لكن سيكون واضحا جدا وسيراه العالم أجمع، وذلك لمدة 1.5 شهر تقريبا. أما الرؤية المرعبة له فستكون عند تخطيه للحضيض الشمسي، وستدخل الشمس أنذاك بنشاط إكليلي شديد وقوي خصوصا في الوجه المقابل لنيبيرو. فهذا الكائن الزائر حجمه حوالي ربع حجم المشتري، ولكن قوته الكهرومغناطيسية تفوق أعتى قوة كهرومغناطيسية في مجموعتنا الشمسية. وكما أقول دائما، فالذين يصورون صورا لانعكاسات وهمية للشمس في السحب السمحاقية ويظنون أنه نيبيرو، فضروري أن يكون له ديل عند وصوله للرؤية العيانية، فالديل هو الرؤية العيانية. وبعد تجاوزه للحضيض الشمسي سيظهر في وضح النهار كشمس مديلة، وتطلع مع الشمس آية كما جاء في الحديث، وهذه هي الآية التي ستطلع مع الشمس، وذلك قبل 1.5 شهر من الحضيض العرضي. إذن فالرؤية العيانية بشكل عام في السماء ستدوم 3 أشهر، ولكنها ستكون فترة عصيبة جدا ستعيشها الأرض قبل ذروة الاقتراب. وأقرأ في تعليقات العديد من الإخوان أنهم أصبحوا يميلون من الانتظار ويشتاقون لرؤية هذا الزائر. فلا تستعجلوا العذاب، فإنه آية عذاب شديد، والتغيير قادم، بل التغيير الجذري للأرض قادم، وبداياته نعيشها الآن. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.